السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوف معكم الحصة الأولى من الموضوع الثاني في الوحدة الثالثة. الموضوع الثاني كيخص مفعول القوة. إذا العنوان ديال الحصة الأولى كيف أتعرف مفعول القوة. إذا غادي نتعرفوا كيفاش نقدروا نحركوا الأجسام وكيفاش نقدروا نحدوا الحركة النسبية ديال الجسم. مثلا نقولوا هذا الجسم ساكن ولا هذا الجسم متحرك. إذا ولا القوة إذا كان في حالة حركة، شنو هي القوة اللي كتخلي أنه يتحرك؟ بطبيعة الحال ملي كنهضروا على الأجسام الساكنة. إذا لاحظوا معي وضعية الانطلاق. إذا لدينا هذا الطفل يقوم بجر لعبته. جر إذا هذه اللعبة هي في الأساس لعبة لا يمكن أن تتحرك أو تغير من مكانها، ماشي بحال الإنسان. الإنسان عنده هاد الكاباسيتي لأنه كيتنقل. اللعبة هذا جسم ساكن، إلا ما حركناش حنا ما غاديش يتحرك. إذا شو شنو طبق على واحد القوة ديال الجر، ربط واحد الخيط وجرها. عندنا ليكزومبل تاني هنا العكس. عندنا الفتاة تقوم بدفع العربة، إذا لعبتها، إذا تقوم بالدفع. إذا هنا عندنا جوج ديال القوات. عندنا القوة او جوج ديال القوى. عندنا القوة ديال الجر، اذا الطفل يجر، وعندنا القوة ديال الدفع، الطفلة تدفع. اذا هاد الاجسام هادو طبقنا عليهم جوج الانواع ديال القوة، قوة الجر او قوة الدفع. اذا التساؤل اللي غادي نطرحوه، ما سبب حركة اللعبة والعربة؟ اذا شنو هو السبب اللي خلى اللعبة والعربة انهم يتحركوا؟ بطبيعة الحال هنا غادي نقولوا بالنسبة للعبة تتحرك اللعبة تحت تأثير الجر. إذا اللعبة كنديروا ليها الجر، وبالنسبة والعربة تحت، إذا عفوا تحت تأثير الدفع. إذا بالنسبة للإنجاز، إذا لدينا مجموعة من المناولات، كل مناولة بطبيعة الحال هي كتبين واحد نوع معين ديال القوى التي تطبق على الإجسام من أجل، يعني الهدف منها هو التحريك. إذا تطبق أشنو؟ الريح. إذا هذا الريح اللي كتخرج من مجفف الشعر. إذا ريحه، هنا نكتب ريح مجفف الشعر قوة. شنو القوة اللي كتطبقها على هذه اللعبة وبالأساس على الشراع اللي مثبت على السيارة؟ قوة دفع، قوة دفع على اللعبة فتتحرك، فتتحرك. إذا هذه اللعبة هي في الأصل المحاكاة ديال الطريقة باش كيتحركوا البواخر والسفن في يعني في المحيط، لان قوه الرياح هي اللي كتطبق على الشراع. الشراع بطبيعه الحال كيخليها انها تتحرك، يعني كنهضروا على السفن الشراعيه بطبيعه الحال. اذا لاحظوا معي، عندي مغناطيس ايمو وعندي مسمار. هذا مسمار راه ربطناه بواحد الخيط، دونك فوالا مسمار مربوط بواحد الخيط، وهذا ايمو مغناطيس. اذا يطبق المغناطيس، اذا المغناطيس يطبق قوة الجذب. دائما فاش تشوفوا المغناطيس عرفوا بأن القوة المطبقة هي الجذب، قوة جذب كيجذب المسمار لأنه من الحديد على المسمار فينجذب. إذا فينجذب، شكون اللي غينجذب؟ المسمار بطبيعة الحال، فينجذب. إذا فينجذب المسمار ثم يتوقف، ثم يتوقف. هنا في الاصل المسمار كان في واحد الحركه، مثلا ربطناه بواحد الخيط وخليناه كيتحرك، اون فوا تنقربوا منه المغناطيس فهو غادي ينجذب جهته وغيبقى واقف ستابل، ما غاديش يبقى يتحرك. غادي نشوفوا ليكزامبل يعني او لا التجربه المواليه. اذا عندنا تطبق اليد قوه دفع، اليد كتطبق واحد القوه ديال الدفع على العلبه، قوه دفع على العلبة فتتحرك. تطبق اليد قوة، إذا عندنا واحد الخيط، إذا عندنا جر، قوة جر كنجرو هذاك الخيط، قوة جر على الخيط فنفس الشيء، تتحرك العلبة. إذا تبين هذه التجارب أن القوة تمكن من تحريك أو إيقاف الأجسام.
إذا القوى المطبقة على الأجسام الساكنة هي اللي كتمكن أننا نحركوها ولا نوقفوها. إذا عندنا شفنا بالنسبة لهذا الدرس شفنا جوج ديال الأنواع، شفنا قوة الدفع ثم قوة الجر. إذا قوة الدفع ثم قوة الجر. إذا غادي ندوزو الخلاصة ديال الدرس بطبيعة الحال. إذا حركة جسم شنو هي الحركة؟ هي مفعول قوة. حركة جسم هي مفعول قوة، يعني ناتجة عن واحد المفعول ديال واحد القوة مطبقة على ذلك الجسم، هي مفعول قوة. إيقاف جسم كذلك، إذا هو مفعول قوة. إذا لتحريك الأجسام ممكن نزيد هذا الاستنتاج، لتحريك الأجسام كنهضروش الأجسام المتحركة من تلقاء نفس الأجسام الساكنة، نطبق قوة دفع أو جر. غادي ندوز دابا لأثبت. إذا ألاحظ الصور وأكمل الجمل بما يناسب. إذا تطبق رجله، هنا عندنا الرجل ديال اللاعب، رجل اللاعب قوة على الكرة، كتطبق واحد القوة على الكرة فتتحرك الكرة، فتتحرك الكرة. يطبق الرياضي قوة، كيطبق واحد القوة على الرمح أثناء رميه، أثناء رميه. تطبق شنو؟ المطرقة على المسمار، هاد المطرقة تطبق على المسمار قوة بطبيعة الحال، تطبق المطرقة على المسمار قوة. إذا هنا راه ما كملش الجملة، خصنا نزيد قوة. فينغرز في الخشب. تتحرك كل من الكرة، عندنا الكرة والرمح والمسمار بمفعول قوة دفع، كلهم هنا هاد الحالات بثلاثة كنطبقوا عليهم القوة ديال قوة الدفع. إذا أمثلة ديال قوة الدفع، إذا رجل اللاعب التي تطبق قوة دفع على الكرة، الرياضي الذي يطبق قوة دفع على الرمي أثناء رميه، وعندنا المطرقة التي تطبق قوة دفع على المسمار لينغرز في الخشب. غادي نشوفوا دابا النماذج ولا الأسئلة الخاصة بقوة الجر. إذا تطبق الرياح، إذا الرياح قوة على المروحة فتدور، إذا فتدور. يطبق الماء الجاري، إذا هذاك الماء الجاري ديال النهر، الماء الجاري قوة على الناعورة فتدور، تدور الناعورة. يطبق الحصان، إذا الحصان هنا، إذا بالنسبة للحصان العربة هذا أحسن مثال ديال قوة الجر، أي يطبق الحصان قوة جر. إذا إلا طلبوا منكم أمثلة ديال قوة الجر، إذا ديروا الحصان الذي يجر العربة، إذا قوة جر على العربة فتتحرك، فتتحرك. إذا تدور المروحة بمفعول قوة الرياح، وتدور الناعورة بمفعول قوة الماء، وتتحرك العربة بمفعول قوة الجر التي يطبقها الحصان. إذا هذو هما الأجوبة. بالنسبة للمعجم عندنا التأثير هو لاكسيون، القوة هي لا فورس، المفعول لفي، الحركة لو موفمون. دونك فوالا هادو هما الأجوبة ديال هاد الدرس هذا. الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نشوفو الحصة الثانية من هذا الدرس دائما، كيف أتعرف مفعول القوة تتم. إذا هاد الدرس هذا تتم ديال الدرس اللي شفنا دابا. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.